قال الدكتور ماجد الشيبة: يا أهل أبها والجنوب المورق، لا تنشروا صور الغمام المغدق، وتجنبوا ذكر الغدير ومن به، وتجنبوا ذكر الربيع المونق. أودى بنا الحر الشديد وأنتم تحت البراد وفي الهواء المطلق. لا ينبغي لك أن تروع مؤمنا فتريه بردا في اللهيب المحرق. شوقي إليكم قد تجاوز حده، فمتى عسى تحت الغمامة نلتقي. لو كنت طيرا طرت نحو دياركم حالا، ولم أرقب ضياء المشرق، لأشم ريح الفل من وديانها وهواءها ومياه واديها النقي. وأرى الكرام بها وكل بلادها كرم، فزر ما شئت منها وانتقي. إني أقول برغم كل مكذب، من مثل أبها ربنا لم يخلق. بالله لا تجنوا علي، فإنني في حبكم مثل الأسير الموثق. لا تعذلوا من جن إثر ودادكم، فالحب حرب للحجى والمنطق. دع عنك لوم اللائمين وعذلهم، لا يفهم العشاق من لم يعشق. هذا وإني اليوم قرب دياركم، يا ليتها داري مدى ما قد بقي. من لم يزرها فات نصف حياته، ويعيش بالباقي المعذب والشقي. لو بدل الإنسان مسقط رأسه، فهواي في أبهى البهية موثقي. لو بدل الإنسان مسقط رأسه، فهواي في أبهى البهية موثقي.